بعدما أجريت المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي من الاثنين لأسباب تقنية مرتبطة بالوسيط الأمريكي الممثل في السفير جون دي روشر، عقدت الجولة الثانية الأربعاء برعاية أممية ووساطة أمريكية. نقطة البيوان البرية ورأس الناقورة شكل خلافا حادا في الجلسة. رفع الوفد اللبناني برئاسة العميد الركن بسام ياسين سقف المطالب بأحقية لبنان بترسيم حدوده البحرية ابتداء من النقطة بيوان التي وضع إحداثياتها اتفاق بولينيو كامب عام 23 مرورا بنقطة رأس الناقورة التي تلامس مياه البحر باتجاه خط الوسط من دون احتساب أي تأثير لما يسميها العدو جزيرة تخليت، وهي عبارة عن مجموعة صخور غير مأهولة ولا تشكل جزرا وفق قانون البحار، وعليه يصبح حقل كريش النفطي ضمن النطاق اللبناني المحتل. الدراسة التي وضعها الوفد اللبناني على طاولة المفاوضات أعدها عضو الوفد العقيد ركن مازن بصبوص، وهي دراسة تقنية قانونية ترفع المساحة التي يطالب بها لبنان من 860 كيلومترا مربعا إلى 2290، أرفقت بخرائط ووثائق تثبت حق لبنان في المياه، وهذا ما لا يلائم طرح العدو الإسرائيلي الذي حدد نقطة البيوان على الخط الأزرق، وهي نقطة متحفظ عنها لبنانيا وتبعد 50 مترا باتجاه الأراضي اللبنانية عن النقطة التي يصر عليها الجانب اللبناني. بعد نحو 3 ساعات انتهت الجولة الثانية من دون أن يصدر أي بيان عن الجهات المفاوضة، لتبقى المداولات سرية على أن تستأنف المفاوضات التقنية غير المباشرة في جولة جديدة الخميس. بعد جولة ثانية من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي وصفت بالحامية جدا، كيف ستكون الجولة الثالثة التي ستعقد صباح الخميس في رأس الناقورة؟ وهل سيتدخل الوسيط الأمريكي للضغط على الجانب اللبناني للحد من سقف مطالبه وتوقعاته؟ الإجابات عن هذه التساؤلات رهن الأيام المقبلة. من رأس الناقورة، حليمة طبيعة، قناة الجديد.